ما هي تفاحة آدم؟ كثير ما نسمع في حياتنا اليومية أن فلان لديه تفاحة آدم، وهو مصطلح تعارف عليه أغلبية الناس، لكن ربما هناك البعض ممن لا يعرفون حتى الآن ما هي تفاحة آدم وما هي وظيفتها في جسم الإنسان ولماذا سميت بهذا الاسم. هي ذلك الجزء الأمامي البارز من الرقبة، وهي تظهر نتيجة لبروز الغضروف الدرقي الذي يحيط بحنجرة الإنسان، بحيث يعتبر هذا الغضروف أكبر غضاريف الرقبة التي يبلغ عددها 10 غضاريف، تتحرك بواسطة 5 عضلات محيطة بها لتكون ما يعرف بالبلعوم الذي يظهر على شكل أنبوب في رقبة كل منا. تقع تفاحة آدم أسفل البلعوم وفوق الجزء العلوي من القصبة الهوائية، حيث تحتل المساحة الموجودة بين الفقرة الثالثة والخامسة من فقرات العنق. تتمثل وظيفة تفاحة آدم بأنها تساعد في عملية التنفس والمضغ وإخراج صوت الإنسان وحفظ الأحبال الصوتية. عندما يتضخم هذا الجزء من الرقبة لدى الرجل، فهذا يعني على ظهور إحدى علامات البلوغ الصحية لديه، كظهور الشعر مثلا، بحيث تعتبر ثاني أهم التغيرات الفيزيولوجية في مرحلة المراهقة. سميت تفاحة آدم بهذا الاسم لاعتقاد شائع بأنها لا تظهر إلا عند الرجال دون النساء، ونسبة إلى آدم أبو البشر لأنه يمثل الرجال، حيث يتمثلون بقصة آدم عليه السلام حين أكل من التفاحة التي نهاه الله عنها. والسؤال الأهم هنا، هل تفاحة آدم ينحصر وجودها في عنق الرجل دون المرأة، أم أنها موجودة عند النساء؟ انتشر اعتقاد خاطئ لدى النساء بأن تفاحة آدم فقط للرجال، إلا أن الحقيقة بينت أنها موجودة عند بعض النساء، ولكن بدرجة ظهور أقل كثيرا في رقابهن. والسبب في زيادة بروزها عند الرجال هو اختلاف الزاوية بين صفيحتي الغضروف الدرقي، والتي يعود سببها لزيادة إفراز هرمون التستوستيرون عند الرجل، الذي يصدر الأوامر في جسم الرجل، ومنها تضخم الأحبال الصوتية الذي ينتج عنه تضخم الغضروف الدرقي لديه، عكس الأنثى التي تفرز هرمونات الأستروجين ونسبة بسيطة جدا من هرمون التستوستيرون الذكري.